يعني تستمر 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، يعني هاي كيفهم هم يعني انت ما رجعون يرجعون الجهل ورجعونه دمار دمار دمار. في السويد هذه عن مرأة عراقية تعيش في السويد مع زوجها وأبنائها الأربعة، وقامت الحكومة السويدية أو السلطات السويدية أو السوشيال بالتحديد بتجريدها من أطفالها الأربعة تحت ذريعة أن الأطفال معنفين من قبل والدهم. هذه المرأة أرسلت مناشدة لبرنامج لوكيشن تحديدا وطلبت تغيير صوتها وتمويه وجهها خوفا من ما قد تتعرض له هناك، لذلك خلونا نشوف. السلام عليكم. من خلال برنامج اللوكيشن انا مواطنة عراقية، قدمت للسويد عام 2015 وبدأت معاناتنا بالاوروبا، ولا يعني لا يقولوا لكم اوروبا، اوروبا ترى يعني ما اللي سمعناه غير اللي شفناه. انا هم ماخذين مني 3 جهال 4 جهال، ويعني تصرفاتهم باوروبا يعني مضطهدين العرب، يفككون الاسر، يعني ما عندهم اي رحمه. اللي يقول لك عنده رحمه باوروبا ماكو اي رحمه، كل هذا كذب بكذب. وانا قلت لكم انا يعني ماخذين جهالي، انا بسبب جهالي ان واحد عراقي يميني طاحت برمضان 2020، فمضطهني ان انا ابوهم قاعد يقتلهم ويقتلني انا، واجوا سحبوهم السوسيال من عندي، وسنتين انا ما شفت جهالي. فمن هنا بدت المعاناه مالاتي انا والابو، وابونا يعني مصوب ولا عندهم رحمه ولا عندهم انسانيه، كل انسانيه ما عندهم نهائيا، ما عندهم اي انسانيه. وخذهم من عندي وسنتين قلت لك انا ما شفتهم. فمن هاي الموقع ان انا يعني ما ادري يعني شو اقول، يعني اوروبا مع الاسف يعني ما قاعد توقف ويا العرب، قاعد تضطهد العرب. اللي لابس حجاب ينزعونها حجابها، الولد ياخذونه يرجعون الاهل دمار، البنيه نهائيا يعني ما تسيطر عليها باوروبا، يعني من عندهم هم يعني من نفسهم السوسيار، يعني ما 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 يخلون الواحد يعني قاعد، يدمرون الاسره يفككون الاسره. وانا يعني انا يعني ما اريد وجهي ينشاف ولا اريد صوتي ينسمع، لان راح يسووا لي مشاكل وراح يسووا لي اني ما يخلوني يجوز اشوف طفل اطفالي، ما يخلوني اشوفهم، لان قاعد نحكي وقاعد نقول وقاعد نطلع مظاهرات وقاعد ياخذونهم بالمظاهرات وقاعد يضطهدونهم بالمظاهرات، لان نطالب بجهاننا، احنا نطالب بجهاننا، قاعد يضطهدوننا يعني واجد يضطهدوننا هنا. يعني لا يغركم اوروبا، لا يغركم اوروبا، لا حد يقول لكم اوروبا، اوروبا كذبه، اوروبا ماكو يعني ماكو هنا واحد يعطونا فلوس، اوروبا فساد، اوروبا نهائيا نهائيا مو زينه، مو زينه نهائيا. بس احنا على مود الظروف بعد اضطرينا يعني نجي. فما ادري يعني مع الاسف انه يعني لا مساواه للمراه، لا مع الجهال اللي يقول لك حقوق طفل، ماكو اي حقوق طفل، ياخذون الطفل من حضن امه وابوه يعني، ويخلون الاب والام وحدهم بالبيت، ما حد عندهم من الاولاد، يعني تستمر 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، يعني هاي كيفهم هم يعني انت ما رجعون يرجعون الجهل ورجعونه دمار 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 نهائيا دمار، يعني ما يخلونه، يعني البنية يودونها بطريق فساد، الولد نفس الشيء على مخدرات وما مخدرات. أنا هاي يعني قصتي، ويعني وش أحكي والله ما أدري، يعني ما أدري، ما يعني ما أعرف شو أقول. يعني أنا يعني هسه أنا وزوجي بالبيت بوحدنا، يعني وأولادي عندهم، وأنا إذا شافوني أو سمعوا صوتي يعني هاي تصير لي مشكلة، يعني مشكلة كبيرة، تصير مشكلة كبيرة يعني.